دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على هامش معرض نافدكس بدورته الرابعة. دشن الزورق صواريخ بينونة فئة كورفت الهيلي الذي أنتجته شركة أبو ظبي لبناء السفن بأيد وعقول إماراتية وطنية. ورفع سموه علم الدولة على سارية الزورق معلنا تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية الماسلة. وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم واستمع منضبات القوات البحرية إلى شرح وافي حول المهام القتالية للزورق والتقنيات العالية التي تستخدم في هذه القطعة البحرية التي تعد القوة الضاربة لقواتنا المسلحة الباسلة. وقبيل ختام حفل التدشين سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كلمة في سجل الشرف للزورق جاء فيها: إن الزورق صواريخ الهيلي هو نتاج عقول وطنية نيرة وسواعد إماراتية قوية، وهو صناعة وطنية بامتياز تؤكد أننا أسياد البحار منذ عقود طويلة، ومهنة بناء السفن والمراكب هي مهنة الأجداد التي تظل رمزا خالدا وتراثا عريقا تفخر دولتنا به جيلا بعد جيل. وأضاف سموه: هنيئا لقواتنا المسلحة وقواتها البحرية الباسلة بانضمام دفعة جديدة إلى أسطولها البحري الذي يتولى حماية سيادتنا على مياهنا الإقليمية. وختم سموه: سيروا على بركة الله وكونوا مؤمنين بالله عز وجل واثقين من قدراتكم ومهاراتكم وحافظوا على أسلحتكم ومكتسبات دولتكم الوطنية والله يوفقكم في خدمة وطننا الغالي. وأفاد السيد خالد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لبناء السفن بأن طول الزورق يصل إلى 72 متراً ويعتبر السادس في مشروع بينونة الذي شمل بناء 5 سفن في السابق تم إلحاقها بالأسطول البحري لقواتنا المسلحة. وأوضح أن الزورق يحتوي على أنظمة نيران متقدمة ومزود بأحدث الأنظمة القتالية متنوعة المهام. وأشار إلى أن الشركة منذ نشأتها قبل 20 عاماً بأوامر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت من إنتاج 268 سفينة متنوعة سلم جزء منها إلى قواتنا البحرية وإلى بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية وشبه القارة الهندية. حضر حفل التدشين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط أفرع القوات المسلحة والضيوف المشاركين في معرض نافدكس 2017.